إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا. فيديو اليوم الإخوان من الناس اللي باغين يسافروا من وإلى أوروبا في الفترة المقبلة، وكذلك غادي نتكلموا على موضوع مهم فيما يخص الرحلات من وإلى المملكة المغربية والموضوع ديال مطار بن ملال، وغادي نعطيو يعني كاين بعض التواريخ وبعض الرحلات اللي تم الإعلان عليها وبأسعار جد مناسبة، ومادام حنا مقبلين الآن على العطلة الصيفية أو العطلة ديال عيد الأضحى كاين بعض العائلات أو بعض الأسر اللي تيفكروا أنهم يمشيو يعيدوا في البلاد، لذلك حبينا نشاركوا معكم هذه المعلومات. وكذلك الموضوع المهم للإخوان اللي غادي نتكلموا عليه هو النظام الجديد اللي غادي تعمل به دول الاتحاد الأوروبي أو الدول ديال أوروبا القارة الأوروبية، نظام الدخول والخروج من أوروبا اللي غادي يبدأ بعد العطلة الصيفية نهار 6 في شهر 10 2024. غادي يتبدل النظام، غادي تولي طريقة، غادي يولي واحد النظام آخر الدخول والخروج من اوروبا. غادي نتكلموا على التفاصيل، ولكن قبل ما نبداو الاخوان تنجدد لكم الدعوه الدعم ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الاعجاب، وكذلك مشاركه القناه مع الاهل والاصدقاء. اذا اول موضوع الاخوان اللي غادي نتكلموا عليه هو تيهم الناس اللي تيسافروا او باغين او عندهم نيه ديال السفر الى اوروبا للسياحه. دول الاتحاد الاوروبي او دول القاره الاوروبيه منذ 2008 كانت تتناقش واحد القانون ديال واحد النظام ديال الحمايه والسلامه اللي غادي يخضعوا ليه كل الراغبين، كل الناس اللي عندهم النيه ديال السفر الى اوروبا بعد ما يحصلوا على التاشيره، ولكن كان تاخير وكان يعني تاجيل وكان نقاشات كثيره. ولكن في الاسبوع الماضي تم الخروج بهذا القانون هذا وبهذا النظام اللي سموه انتري اكزيت سيستم اس. هذا النظام الاخوان ديال نظام الدخول والخروج من اوروبا غادي يبدا التطبيق ديالو كيف قلت لكم من نهار 6 اكتوبر 2024، لو 6 10 2024. هذا النظام الاخوان غادي يخضع الناس اللي عندهم تاشيره وجايين لاوروبا. كيفاش النظام ديال هذا، كيفاش شنو هما الشروط او المعايير اللي غادي يحط لهذا النظام؟ هذا النظام الاخوان غادي يفرض على كل مسافر عنده فيزا ناوي يجي لدوله في اوروبا، يعني كل دول القاره الاوروبيه باستثناء هذه الدول اللي غادي نذكر، يعني ماشي المنطقه ديال شنغن بل كاع دول اوروبا باستثناء هذه الدول اللي غادي نقول لي هي قبرص، بلغاريا، رومانيا، ايرلندا ورومانيا، اربعه ديال الدول باستثناء هذه الدول هادو. فاي شخص غادي يبغي يسافر لشي دوله اوروبيه بعد نهار 6 ابتداء من 6 اكتوبر غادي خصو يدير هذه الطريقه اللي غادي نقولوا. اشناهما هاد المعايير اللي حاطين؟ حاطين بانه تيقول لك هذا النظام ديال الانتري اكزيت سيستم تيخص الناس اللي عندهم فيزا وباغيين يدخلوا لاوروبا، اول شيء ما يتجاوز الاقامه ديالهم 90 يوم في اوروبا. في 6 شهور عندك في اخر 180 يوم ما خصكش تتجدى 90 يوم، واخا تكون عندك فيزا ديال سنه او سنتين او يعني عندك 90 يوم كاقصى حد انك تدوزها اوروبا. ولكن الشرط الوضعي اللي قبل ما تاخذ الطياره والتذكره ديالك وتجي تدخل، خصك تدخل لواحد الموقع اللي غادي يتم الاعلان عليه في الايام المقبله. غادي تدخل لهذا الموقع ديال انتري اكزيت سيستم، غادي تسجل، تيطلبوا منك تسكانيري، تزيد نسخ، دير نسخه تشحن جواز السفر ديالك وكذلك صوره ولا معلومات شخصيه، ودفع كذلك واحد المبلغ يعني سامبوليك، واحد المبلغ رمزي ديال 7 يورو على كل دخله. انت باغي تجي تسافر مثلا في شهر واحد خصك تخلص هذيك 7 يورو عن طريق يعني البطاقه البنكيه ديالك. يعني شوفوا الناس كيفاش يخدموا باش يعني يستافدوا من السياح، رغم انك تتخلص على التاشيره تيقلبوا دائما العكس ديال البلاد ديالنا اللي مفتوحه كي كراج على اللي جات يسافر بلا تاشيره بلا والو. الحاجه اللي كنطالبوا منذ فتره انها تفرض واحد ولو مبلغ رمزي على كل سائح داخل البلاد على الاقل نستافدوا منهم شي حاجه. كيف قلت لكم غادي تدخل لهذا الموقع، غادي تسجل، غادي تشحن الباسبور، غادي تخلص 7 يورو قبل المجيء ديالك، تتوصل بواحد الكود، ديك الساعه يمكن لك انك توكل على الله وتاخذ الطائره وتدخل لاوروبا. وكيف قلت لكم عندك اقصى حد انك واخا تكون مفرقه ولا مجموعه 90 يوم في 180 يوم، يعني خلال 6 شهور ما خصكش تجاوز 90 يوم. كانت عندك فيزا يعني طويله غادي تكمل 90 يوم وما تعاودش ترجع لاوروبا حتى تدوز 180 يوم. نجيو الان للموضوع الثاني والموضوع الاخير في هذا الفيديو هذا، واللي تيهم مجموعه من ابناء وافراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخصوص في اوروبا، وبالخصوص الجاليه او الناس اللي تينحازوا من المناطق اللي عندها رغبه تستعمل المطار ديال بني ملال. وتنعرفوا هذا المطار هذا تخسرت عليه ميزانيه منذ سنين وهو مسدود وما تستفد منه، ما تستفدوا منه لا مواطنين لا جاليه لا يعني. وتم الاعلان مؤخرا من طرف بعض المسؤولين او السلطات على انه غادي تعود ليه، غادي يعود العمل ويعود ليه النشاط والرحلات. فشركه راينير الاخوان بما اننا مقبلين على عطله الصيف والعيد كيف قلت، والناس باغا كاين اللي باغا عندها رغبه انها تمشي تعيد في البلاد، فراه راينير علنت على جزء على التواريخ الرحلات الان رسميه
من هاد الدولتين، من اسبانيا ومن ايطاليا، باش نشوفوا معكم الاخوان يعني غادي نديروا الان ونشوفوا شنو هما الاسعار اللي دايره. نديروا ايطاليا الاخوان المطار اللي نديروا حنا بني ملال باش نعرفوا اشنو هما الوجهات الاخوان اللي مطلوقه، الوجهات اللي مطلوقتين كيف تشوفوا هما اسبانيا وايطاليا. نجيو نشوفوا ايطاليا، ايطاليا عندنا من بيرغامو، نديروا حنا بغينا نمشيو من ميلانو بيرغامو، اول رحله الاخوان لبني ملال هي نهار واحد. نشوفوا السعر ديالها. اذا الاخوان اول رحله كاينه ب 219، قول 220 يورو، كاينه نهار واحد، غادي تنطلق مع 6:30 من بيرغامو، غادي توصل مع 9:45 لبني ملال. هادو رحلات الاخوان، الناس اللي بغات تستغل بات عندها رغبه انها تمشي تعيد في البلاد، فكما كان هي ارخص شيء ما من الخطوط الملكيه المغربيه. نشوفوا الوجهه الاخرى بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كاينين في اسبانيا. اسبانيا عندنا جيرونا يعني برشلونه هي اللي ديره بني ملال، اول رحله كاينه نهار جوج، كاينه نهار الحد نهار جوج. نشوفوا السعر ديالها شحال دير، ربما كاين بعض الاخوان بالنسبه للناس ديال جيرونا ديال خيرونا برشلونه فهو كاينه مناسبه يعني اللي بغى يمشي لبني ملال فهي 15 يورو فقط، 15 يورو نهار جوج، نهار ثلاثه، نهار سبعه، نهار تسعود يعني الاسبوع اللي قبل العيد، نهار 14 ليومين قبل العيد، نهار 16:41 يعني اسعار جد مناسبه للناس اللي عندهم الرغبه انهم يمشيو لهذا المطار ديال بني ملال، يعني الناس ديال فقيه بن صالح، خريبكا، بني ملال، القلعه، او الناس اللي عندهم الرغبه يسافروا على طريق هذا المطار، فهذا السعر فهو جد مناسب. الانسان حتى في دوله اخرى مثلا الناس ديال ايطاليا او فرنسا يديروا ليسكال ويمشيو لجيرونا ومن ثم يتوكلوا على الله المغرب، فهذه يعني فرصه سانحه. وللتذكير فقط راه غادي نبداو من هذا الاسبوع الاخوان يعني لايفات يوميه اللي لا على الصفحه ديالنا على يوتيوب لا على تيك توك لمشاركه ومساعده الاخوان في ايجاد حلول لتذاكر السفر الى المملكه المغربيه، يعني اللي عنده الرغبه بغى يعرف شي تذكيره وبغى يدير شي تذكيره بيجي للطياره فاهلا وسهلا. وما تنساوناش من الدعم والتحفيز ديالكم، هذا الشيء اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. نتمنى لكم امسيه طيبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.